صباح الهنا وصباح الرزق واول الاسبوع 10 الصبح في الاهلي، والحمد لله رب العالمين ان احنا بنقدر كل يمكن بدايه اسبوع نقول صباح النصر عن استحقاق، سواء في رياضه خاصه بالصلاه او برياضه طبعا يعني كره القدم. الحمد لله قدرنا ان احنا كمان نتاهل، مباراه كانت رائعه. وعايز اقول لحضراتكم انا حضرت المباراه بنفسي واحكي لكم طبعا كواليس كتيره جدا. صباح الفل والنصر يا كريم. صباح الفل عليكي، صباح الفل على مشاهدينا في كل مكان، واهلا بيكم جميعا. وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. الجدير بالذكر يا حضرات ان في الساعه الثانيه من حلقتنا النهارده هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هينورنا فيها كابتن حسام صاحب، وهو رئيس الاتحاد المصري للرجبي، وحديث عن كأس مصر للرجبي، وفرصة عظيمة برضو ان احنا نتعرف اكتر على هذه الرياضة. الفقرة الثانية هتكون مع الصحفي المغربي اللي هينورنا، الاستاذ نبيل الخفيقي والاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي، اللي اكيد هنفتح معهم حوار مطول حول اخر المستجدات، ان اغلب التكهنات كانت ماشية في سكة ان الطرف الثاني في لقاء النهائي دوري ابطال افريقيا هيكون ما بين النادي الاهلي وسان داونز، لكن الحقيقة الوداد المغربي كان ليه رأي ثاني خالص. بس قبل ما ندخل بقى مع حضراتكم في التفاصيل، ما تيجي نبتدي بتجربتك في الاستاد وايه اللي حصل؟ بص يعني بجد طبعا لازم هنقول مبروك علينا كلنا، مبروك على كل الاهلاويه، ومبروك للجماهير ومجلس الاداره والجهاز الفني والجهاز الاداري وغيره وغيره، من كل فرد كان ليه دور كبير جدا في انجاح هذه المنظومه والمستوى اللي احنا بنتكلم واصلين له لحد دلوقتي. التاهل كمان للمره 16 لنهائي دوري ابطال افريقيا بعد الفوز اللي هقول الرائع جدا امام الترجي التونسي، وان كان حتى بجول واحد يا كريم، وان كان انت قدمت مثلا مباراه نقدر نقول فنيا افضل في ارض او على ارض المنافس، لكن في الاول في الاخر انت قدرت ان انت تحصل على اللي انت عايزه، قدرت ان انت تتاهل، فده شيء في حد ذاته نجاح كبير جدا. وشفت طبعا تالق تحديدا حسين الشحات في المباراه، يعني لا حاجه كانت محترمه، اللعيبه كانت بتحاول تعمل اللي عليها، لكن في الاول وفي الاخر عارف كده في ماتشات برضو انت زي ما بتقول ايه، انا عايز نتيجه فيها، انا يعني انا كل اللي انا عايزه زي ما بتالي تكسب ولا تلعب. مش هقول ان المباراه دي كانت قوي تكسب ولا تلعب، لان كان ممكن يبقى فيه خطوره الى حد ما نسبيه، لكن برضو احنا حققنا بالنتائج اللي احنا عايزين. هو ده الكلام المهم جدا. و على صعيد المدرجات بقى والجماهير، بص بقى خش بقى سيبك من الفنيات، ايوه الفنيات كلنا شفناها في الماتش. الجماهير بقى كانت عامله ازاي؟ والله يا كريم بص اللي لفت نظري جدا الجماهير، انا رحت بدري شويه، رحت وصلت الساعه 8 من 8 لغايه لما خلصت المباراه. الدرجه طبعا الثالثه هي اللي عماله تهتف بشكل رائع، وهم اللي كانوا بيصحصحونا بقى في الدرجه الثانيه والاولى وفي المقصوره، والتشجيع لا ينتهي وروح جميله موجوده. تنظيم عايز اقول لحضراتكم ما كانش فيه الحمد لله اي مشاكل، ما كانش فيه اي تعديات، ما كانش فيه اي حاجه وحشه، بالعكس الموضوع كان منظم بشكل كبير، وده لازم نقوله في حق الجماهير، لان احنا كنا دايما بنطالب يا كريم الجماهير يا جماعه خلونا على قد المسؤوليه، لازم نسهر بالمشهد الراقي اللي يليق بالنادي الاهلي ويليق بالجماهير المصريه. بصراحه الجماهير قدمت ده فعلا فعلا، في كل مباراه بيبقى فيها نسبه من الجماهير موجوده بتثبت ان هي على استحقاق وعلى قدر المسؤوليه، فنتمنى المشهد ده يستمر معانا، واحنا اصلا واخدين على هذا المشهد من جماهير النادي الاهلي، دي مش حاجه جديده. صحيح. بس نتمنى ان احنا نبقى السبب، يعني جماهير النادي الاهلي تبقى هي السبب في عوده الجماهير المصريه مره ثانيه للمدرجات بالاعداد اللي احنا كنا عارفينها اللي هي الاعداد الكامله باذن الله في الاستاد. فلا مشهد جميل وروح حلوه وصغير، كان في اطفال عندهم والله سنه، وكان في ناس كبيره فوق ال 70 سنه، كل الاعمار كانت موجوده، يعني لا روح كانت جميله جدا كالعاده، يعني زي ما بتقال النادي الاهلي الحقيقه من ضمن الخصائص الكتيره الجميله اللي بيتميز بيها، وخاصيه وجود هذا النوع من الجمهور الوفي اللي عنده ولاء واللي المنطق دايما حاضر في رؤيته وفي نظرته للامور وفي تقييمه وحكمه على الاشياء. فتحيه كبيره جدا طبعا لجماهير النادي الاهلي في كل مكان، وطبعا ليهم دور كبير جدا في اي انجاز بيتحقق من خلال الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي. تعالوا بقى نروح شويه للماتش النهائي، وطبعا زي ما كنت بقول لحضراتكم من شويه التوقعات كانت اغلبها ماشيه في سكه ان الطرف الثاني هيكون سان داونز، ولكن كلنا الحقيقه اتفاجئنا بان الوداد المغربي عمل مباراه قويه جدا جدا جدا. تعالوا بقى نتكلم شويه عن واجهه الوداد مع النادي الاهلي. طبعا لازم في البدايه نؤكد على ان احنا بنتكلم على فريق كبير، فريق قوي، فريق ليه تاريخ طبعا طويل وعريض، ثاني مره على التوالي بيصل للنهائي وهو حامل للقب. على الجانب الاخر الاهلي بالنسبه له دي رابع مره على التوالي بيصل فيها للنهائي، وطبعا ده رقم قياسي، غير انه صاحب كده كده الرقم القياسي التاريخي في حصد لقب البطوله برصيد 10 مرات حتى هذه اللحظه، وان شاء الله كلنا بندعي بال11 عن قريب باذن الله. وبالنسبه لتاريخ المواجهات بين الفرقتين، واجه النادي الاهلي الوداد في 11 مباراه قبل كده، فاز في 4 لقاءات، اتعادل في 4 لقاءات، وخسر 3 لقاءات. يعني نتكلم على ماتش اكيد هتكون فيه نسبه كبيره جدا من النديه والتحدي الكروي، متوقع ان نشوف كره قدم حلوه جدا ان شاء الله من خلال هذه المواجهه.
في النهاية وبالأرقام، الأهلي طبعا تاريخ مشرف جدا وعظيم جدا لكل الأجيال اللي مثلت النادي الأهلي في 40 سنة إفريقيا. واستكمالا لسلسلة الأخبار الحلوة اللي دايما بيفرحنا من خلالها النادي الأهلي من خلال فرقه الرياضية المختلفة، عايزين نعرفكم أنه تأهل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي طبعا بقيادة الإسباني أوجستي بوش إلى الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي لكرة السلة بال في نسخته الثالثة المقامة في رواندا طبعا تحت رعاية NBA. تغلب الأهلي على فريق رجاء الرواندي بنتيجة 84-77 في الدور ربع النهائي ليتأهل للدور نصف النهائي. هيلعب الأهلي في الدور نصف النهائي إن شاء الله مع فريق استاد مالي يوم الأربعاء الجاي، وأكيد برضو هتكون مباراة قوية. كلام محترم جدا. برضو معنا أخبار حلوة وفيها تتويج يوسف رمضان لاعب منتخب مصر للسباحة بالميدالية الذهبية. بنتكلم لسباق 50 متر فراشة ببطولة برو السباحة الأمريكية، وأنها سباق في زمن مفروض قدره تحديدا 23.76، يعني وده أعتقد تاني أسرع زمن في تاريخ البطولة، بكان 43.15، يعني احنا بنتكلم في سكند ثانية، أنت متخيل؟ طبعا. يعني متفوقا على صاحب برونزية بطولة العالم الكندي طبعا جوش ليندو. إنجاز آخر وجديد، ومتكلم برضو في لاعب يعني تحديدا عنده يوسف رمضان عنده 21 سنة وأول مشاركة ليه، برضو خليني أقول لحضراتكم كانت في طوكيو، فأولمبياد طوكيو يعني، فلاعب ليه مستقبل كبير طبعا. لاعب واعد، وأعتقد برضو فكرة أن أنت تحطم رقم قياسي ده إنجاز طبعا. كبير كلنا طبعا. بنسعى به أكيد، حاجة عظيمة جدا. نروح بقى لخبر تاني حلو. اتحاد البحر المتوسط للكاراتيه وافق بالفعل على منح مصر تنظيم فعاليات بطولة البحر المتوسط 2025. بكده بقى يا حضرات مصر إن شاء الله في 2025 هتنظم ثلاث بطولات كبرى، هي البريمير ليج في شهر يناير وبطولة العالم في نوفمبر، فيما سيتحدد بقى يعني ايه موعد إقامة بطولة البحر المتوسط في وقت لاحق. طبعا الحاجات دي ما بتجيش من فراغ، يعني منح مصر تنظيم بطولة البحر المتوسط بيعود إلى نجاحاتها السابقة في تنظيم مختلف البطولات الكبرى خلال الفترة الأخيرة، واللي هي بالفعل يعني عند حسن ظن وعند ثقة الجميع كل الدنيا أشادت بحسن تنظيم واستضافة مصر كتير من الفعاليات الرياضية على مدار آخر كام سنة. دي حاجة حلوة جدا، وقاعدة انطلاق بيتبني عليها كل المستجدات اللي احنا بنعرفها لحضراتكم أول بأول. كلام محترم. والتاني هنرجع نقول النقطة الأساسية، لازم أستغل كل بطولة بتقام على أرضي، لازم نستغلها إعلاميا وصحفيا، لازم يكون في ترويج بشكل كبير جدا مش بس للجاليات اللي بتيجي والأعداد اللي بتيجي من اللعيبة يا كريم، لازم الناس دي تبقى بعد كده هم اللي بيروحوا وبيروجوا للسياحة عندنا من المعاملة الجيدة، من المناظر الحلوة، من السياحة الرائعة، من البطولة المنظمة بشكل محترف، من التعامل بشكل عام، من الناس في الشارع، الاستقبال، كل دي حاجات بتضاف لرصيدك لما بيجي حد عندك ويسافر، كل ده بيتسأل عليه عامة. فنتمنى ان اي بطوله، ودي بطوله مش بسيطه ابدا زي ما كريم بيقول لحضراتكم، بحر متوسط للكاراتيه دي بطوله كبيره جدا، فكره مصر تستضيفها دي اضافه جديده ليه طبعا يعني سلسله الانتصارات في هذا المجال تحديدا. فكره هنا يعني الملف بتاع استقبال اللي اسمها ايه استضافه البطولات المختلفه العالميه طبعا. كمان على ارضك، فلا دي حاجه محترمه جدا، نتمنى تاني ان هي يتم استغلالها رقم واحد اعلاميا بشكل كبير، تاني حاجه يبقى لازم يتقال يا كريم وورد اوف ماوث، ناس لما تكون عندنا وتسافر تبتدي هي اللي تروج للسياحه عنك، نتمنى ذلك. ونرجع تاني للنقطه الاساسيه العنصر البشري، العنصر طبعا. البشري ممكن الدوله تنظم بطوله زي ده يا كريم وتبقى على اعلى مستوى ويبقى في بروجرام كمان خاص بالسياحه، كل حاجه منظمه على افضل، ويجي بعد كده شخص ولا اتنين يتعاملوا مع شخص ولا اتنين برضو من اللي جايين عندنا بطريقة غير لائقة، الموضوع كله باظ، ينتج عن ده فيديو ولا اتنين يخربوا الدنيا صحيح. الموضوع لا، نتمنى حرام حرام مجهود دولة، مجهود ناس، مجهود مؤسسات بيتم يعني بذله بشكل كبير جدا، والتعب والجهد وبلانز بتتحط وغيره، نيجي احنا مننا ناس ما عندهاش هذه الثقافة ومش فارق معاها حاجة تبوظه. نتمنى العادات دي والمشهد ده ينتهي ان شاء الله من المجتمع المصري. على كل حال نشوف بقى درجات الحرارة يلا ونرجع نكمل مع حضراتكم. طيب خلينا ناخد تفاصيل اكتر. معنا دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور منار بونجور على حضرتك طبعا في البدايه. صباح الخير على حضرتك استاذ نهاوند واستاذ كريم وكل السادة المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. بصي بقى هقول لك على حاجه هنقل لك الناس في الشارع بتقول ايه. حلو، امبارح تحديدا كنا قاعدين فناس كتيره، ناس من التجمع، ناس من الشيخ زايد، يعني واخدين القاهره كلها تقريبا والجيزه، فكله اجمع على نفس الكلام لو حضرتك تتفق، يعني احنا اول مره نبقى شهر خمسة
ولسه بنشعر ببرد تحديدا في فترات الليل. يعني بجد الناس بتخرج بالليل لابسه جاكيت في شهر 5 اللي هو قربنا اصلا على شهر 6، دي غير مسبوقة إلى حد كبير. برضو دكتور منار، خلينا نفهم من حضرتك الأسباب، خلينا نطمن على الأسابيع القادمة أو الأسبوع القادم على الأقل هيكون عامل إيه، والأيام أكيد اللي جاية. تفضلي يا فندم. بالفعل يمكن إحنا تحديدا كمان الأيام الماضية كان فيها انخفاض في درجات الحرارة، وكنا بنحس بالبرودة خلال فترات الليل المتأخر، فترة الصباح الباكر، الصغرى فترة الليل ما بين 17 ل 18 درجة مئوية، لكن كانت الكتل الهوائية نسب الرطوبة فيها منخفضة، فبالتالي حسينا بانخفاض درجة الحرارة بشكل كبير. كمان كان في نشاط نسبي للرياح زود إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة. يمكن احنا كنا متعودين على الوقت ده من السنه ان نسب الرطوبه بتبدا ترتفع، عشان كده ما بتخليناش نحس بالبروده فتره الليل، لكن الى الان نسب الرطوبه كانت منخفضه في الكتل بسبب ان هي كتل هوائيه صحراويه قادمه من مناطق صحراويه، فنسب الرطوبه فيها منخفضه، فبالتالي حسينا اكثر بانخفاض درجات الحراره والبروده. لكن اعتبارا من اليوم في ارتفاع في درجات الحراره فتره النهار وكمان فترات الليل، بدات درجات الحراره فتره الليل ترتفع. الايام الماضيه كانت 17 ل 18، اليوم الصغرى فتره الليل مسجله 22 درجه مئويه، ومتوقع على مدار هذا الاسبوع كمان ان درجات الحراره الصغرى تكون ما بين 21 ل 23 درجه مئويه، فهنبدا نحس بالتحسن في درجات الحراره خلال فترات الليل خلال الايام المقبله ان شاء الله، تدريجيا كمان مع نهايات 5 بدايه 6 تبدا نسب الرطوبه ترتفع في الجو، فنبدا نحس اكثر بالاجواء الصيفيه. احنا طبعا متوقع اليوم ان احنا نتاثر بكتل هوائيه جنوبيه قادمه من الصحراء الغربيه مع منخفض جوي صحراوي على الصحراء، فده هيؤدي لارتفاع كبير في درجات الحراره فترات النهار وايضا فترات الليل. اليوم العظمى على القاهره الكبرى فتره النهار هتكون 35 درجه مئويه، فاحساسنا بالطقس فتره النهار هيكون طقس حار في اغلب محافظات الجمهوريه، المحافظات الشماليه تحديدا، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، أجواء شديدة الحرارة فترة النهار على شمال وجنوب الصعيد، فترات الليل زي ما اتكلمنا هيحصل فيها ارتفاع أيضا في درجات الحرارة، والأجواء فترة الليل إن شاء الله تكون أجواء معتدلة على أغلب محافظات الجمهورية، بالإضافة كمان إن اليوم متوقع بعد فترة الظهيرة يكون في نشاط للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة، مثلا بنقول كتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية، فبالطبع هيكون في أتربة ودمان مطارة اليوم في اغلب محافظات الجمهوريه، الاتربه دي ممكن تؤدي كمان لانخفاض رؤيه افقيه على بعض الطرق، وهتبدا معانا من فتره الظهيره وتكمل معانا حتى غدا الاثنين ان شاء الله. كمان اليوم في متوقع فرص الامطار على بعض المناطق من سواحلنا الشماليه الغربيه وتحديدا مطروح والسلوم والضبعه، ممكن تمتد خفيفه المناطق من الاسكندريه. ان شاء الله متوقع معانا استمرار انخفاض درجات الحراره على مدار هذا الاسبوع. يمكن اليوم هو ذروة الارتفاعات، يعني أعلى درجة حرارة هنسجلها على مدار هذا الأسبوع كله اليوم، لكن متوقع غدا وبعد غدا تنخفض درجات الحرارة، لكن هتظل فوق 30 درجة مئوية. خلاص نبدأ نتعود على درجات الحرارة المرتفعة فترة النهار اللي هي بتتجاوز 30 وبتوصل 32 و33 درجة مئوية فترة النهار، المناطق الجنوبية توصل ل 40 و42 درجة مئوية. على مدار هذا الاسبوع كله ان شاء الله هيكون في ارتفاع في درجات الحراره فترات النهار، الدرجات بتختلف من يوم للتاني، وايضا فترات الليل هيكون فيها اعتدال كامل. الاتربه زي ما اتكلمنا هتكون موجوده معانا اليوم وغدا الاثنين ان شاء الله في اغلب محافظات الجمهوريه، ثم مره اخرى تكون معانا السبوره المائيه فتره الصباح الباكر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، مع وجود فرص امطار في المناطق الجنوبيه جنوب سيناء او سلاسل جبال البحر الاحمر، لكن هي امطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. المهم بس ننصح كل السادة المواطنين لو احنا نخرج النهاردة أو بكرة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية لازم نرتدي الكمامات واحنا خارجين بسبب الأتربة الموجودة والرمال المسطرة، بقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة. يعني نشرة حقيقي وافية زي ما بيقولوا كافية بجد، رائعة دكتور منار منك هذه التغطية، شكرا جدا جدا زميلتنا العزيزة دكتور منار غانم. موضوع الأتربة ده مشكلة كبيرة طبعاً جدا طبعاً. ناس كتيرة يمكن نسبة كبيرة من المصريين هتكلم عننا تحديدا بيعانوا من الأتربة أو بيعانوا من المشاكل في الجيوب الأنفية وغيره طبعاً. بسبب الأتربة والرمد الربيعي يعني الناس دي بتترازى جامد في الأجواء، عدد كبير كبير جدا مننا. فاليومين اللي جايين بننصح لو حضراتكم مفيش داعي ان يبقى في يعني خروج، او لو في خروج يبقى بكمامات، ده للأفضل خصوصا كمان للأطفال تحديدا عندهم مشكلة في النوع ده. هنروح فاصل سريع ونرجع أكيد أخبارنا لسه ما خلصتش، خليكم معانا.
نرحب بيكم مره كمان. ودلوقتي جه ميعاد اخبار النادي الاهلي، واتمنى كمان يبقى لو في جديد مع مراسلتنا العزيزه طبعا نوران طمان، هي هتطلعنا على الجديد، هي موجوده في فرع النادي الاهلي بالجزيره. ونوران طبعا هنسمعك، ولكن لو عندك كمان اي جديد في موضوع فرع التجمع ان شاء الله، يعني لو في اي تفاصيل. طبعا احنا عرضناها الاسبوع اللي فات، لكن ناس كتيره بعته بتسال كمان على لو في اي جديد عن موضوع التجمع ان شاء الله، فرع التجمع بالنادي الاهلي، اطلعينا عليها. اتفضلي يا نوران. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا يا نهاوند زي ما قلتي من مقر النادي الرئيسي بالجزيرة، نطلعكم على أبرز وأهم أخبار النادي ويمكن الأجواء كمان طول الوقت بنحب نقولها لكم في الساعات الأولى زي ما عودناكم، يعني بنتجول في النادي ونقول لكم اخبار النادي. في الساعات الاولى الابواب النادي كانت مستعده لاستقبال اعضاء النادي وكمان العاملين زي طبعا ما متعودين كل يوم، ولكن النهارده يمكن الحد يوم مش اجازه، فالكثافه او الحضور لسه ما كانش يعني لسه مش بشكل كبير في الساعات الاولى من صباح اليوم. نروح بقى ليمكن اخبار الفريق الاول لكره القدم. يعني احنا طبعا يعني عرفنا انه النهارده التدريبات ان شاء الله الساعة 5 هيكون استعدادا لمباراة إنبي المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل. طبعا يعني خلينا نقول لكم إنه الفريق مركز، الجهاز الفني يعني بيعمل على قدم وساق لتركيز اللاعبين على بطولة الدوري، وإن هم ياخدوا كل مباراة على حدة بعد طبعا ضمان التأهل إن شاء الله لنهائي دوري أبطال أفريقيا ومواجهة الوداد المغربي يوم 4 يونيو هنا في القاهرة. كمان خلينا اقول لكم انه طبعا محمد الشناوي نجم النادي الاهلي بيواصل التدريبات، طبعا هو هيغيب عن مباراه انبي للايقاف، واللي المفترض يشارك النجم طبعا علي لطفي البديل. كمان خلينا اقول لكم او نفكركم انه مستر كولر فرض حظر اعلامي على اللاعبين بشكل كامل، سواء كان قبل مباراه انبي او كمان يمكن بعد التاهل لنهائي افريقيا، وتحديدا قبل مباراه انبي وقبل خوض مباريات الدوري مره اخرى. كمان خلينا نقول لكم انه طبعا ده النهائي ال16 للنادي الاهلي في تاريخه لدوري ابطال افريقيا والرابع على التوالي. اما بقى على صعيد الالعاب الاخرى، فيمكن طبعا بنبارك لرجال السله تاهلهم لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد فوزهم على فريق الطاقه الرواندي، وهيقابلوا ان شاء الله استاد مالي يوم الاربعاء المقبل في نصف نهائي البطوله. كمان خلينا نروح طبعا تنس الطاوله، ونجومنا الثلاثه عمر عصر ودينا مشرف وهنا جوده بيواصلوا مشاركتهم في بطوله العالم للتنس، ده بعد طبعا يعني يمكن عمر عصر تاهل للدور الثاني فردي رجال امس، طبعا بنبارك له وطبعا كل التوفيق لنجومنا. وخلينا كمان نقول لكم انه يمكن طبعا فرع التجمع نهاوند يعني مجلس اداره النادي الاهلي بيعمل على قدم وساق للظهور طول الوقت طبعا بشكل مشرف. احنا بنشوف طول الوقت نهاوند النادي الاهلي يعني نجاحات على مستوى الاداره وكمان على مستوى كل الالعاب، ويمكن صالات النادي الاهلي هذا الموسم حققت انجازات كبيره جدا، وطبعا بفضل اللاعبين وبفضل الجهاز الإداري وأيضا بفضل مجلس الإدارة. أيضا فرع التجمع إن شاء الله نعد كل يعني مشاهدين قناة النادي الأهلي وكل أعضاء فرع التجمع بمظهر يليق بالنادي الأهلي إن شاء الله يوم الافتتاح. يمكن طبعا الاستعدادات بتتم كل يوم، كل يوم في استعدادات جديدة في هذا الفرع، وبيتم طبعا كابتن محمود الخطيب بيشرف عليها بشكل شخصي بنفسه. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي بالجزيرة. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. رائع جدا تغطيه كالعاده متميزه جدا زميلتنا العزيزه والشاطره نورهان طمان، وباذن الله نتابع لو في اي جديد مع حضراتكم طبعا فرع التجمع باذن الله بالنادي الاهلي، ونكون موجودين كمان يوم الافتتاح ونيجي هنا وننقل الكواليس كامله. يعني بس انا متوقع ان واحد هيكون من اقوى الفروع للنادي الاهلي يا كريم، يعني ما فيش حاجه خليني اقول لحضراتكم مش هتبقى متوفره للاعضاء، فود كورتس، ملاعب، بنيه اساسيه، بنيه تحتيه، كل حاجه، اماكن مخصصه لكبار السن وللاطفال وللرياضه ومارسة الرياضة والجيم هناك، كل حاجة هتبقى أكثر من رائعة تليق بحضراتكم، فهنتابع أكيد خطوة بخطوة. اللقطات الجوية بصفة خاصة اللي اتاخدت في النادي يعني بليغة قوي، وأكيد وصلت لكتير جدا من حضراتكم صورة كافية عن الوضع إن شاء الله هيكون عامل إزاي في فرع التجمع الخامس، إضافة جديدة وصرح جديد بيضاف لسلسلة صروح النادي الأهلي في كل مكان. تعالوا بقى نروح
الدوري اللي الامور فيه مشتعله بالمعنى الحرفي للكلمه، دوري الانجليزي. امبارح ارسنال خسر امام نوتنغهام فورست بهدف دون رد، طبعا ضمن مباريات الجوله 37 للبطوله، وبكده سيتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الانجليزي الممتاز قبل نهايه بطوله الدوري الانجليزي بجوله واحده كامله. تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 81 في المركز الثاني، في حين تواجد فريق مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 85 نقطة. بيتبقى لمانشستر سيتي مباراتين أمام تشيلسي وأمام برايتون، حتى في حالة خسارتهم للماتشين دول برضو هيكون الفرق بينهم وبين أقرب ملاحقيهم اللي هو فريق أرسنال طبعا نقطة واحدة، فنقدر نقول مبروك لمانشستر سيتي بطبيعة الحال. أنا فعلا مش فاهمة أرسنال إيه اللي حصل. تعثر يعني أرسنال كان بادئ موسم ولا أروع طبعا. كلنا قلنا يا عن كل الناس. يا يعني فوق 20 سنه يا طبعا. بعدين تلاقي لا الاداء بقى غير تماما البدايه يعني ده عليه علامه استفهام بصراحه، انا مش فاهماها يعني في كده حاجات ما بتبقاش فاهمها ايه السبب فيها لما تبقى مقدم موسم قوي جدا طبعا. ومش في الاول بس، لا في الاول وفي المنتصف، بتيجي في النهايه اداء غير مرضي تماما وبتخسر بخساره برضو غير مبرره، انا مش عارفه بصراحه. خلينا نكمل على كل حال، لان بقى خبر حلو امبارح كان التعادل او تعادل ليفربول مع استون فيلا في الجوله قبل الاخيره من البريمير ليج. الناس شافت ان كده كده ده سكور مش وحش، ان ظهر فيه محمد صلاح برضو مع لقطه ما اعرفش انت شفتها ولا لا، بس لما حط صور كان بيحتفل مع مراته ومع بناته بنهايه الموسم. ليفربول حقق المركز الخامس في جدول الدوري الانجليزي برصيد 66 نقطة تحديدا. امبارح كمان حقق محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب طبعا او لاعبي ليفربول رقم قياسي بتقديم صلاح تحديدا 12 تمريرة حاسمة لفيرمينو خلال مشاركتهم معا في مباريات الدوري الانجليزي مقابل 13 تمريرة من المهاجم البرازيلي لمحمد صلاح. دي بلغة الارقام وده النتيجة او دي النتيجة النهائية، لكن في الاول وفي الاخر طبعا كنا نتمنى ترتيب افضل ليفربول ده فرشور، لان ليفربول برضو من الانديه اللي تستحق ان هي تكون في مكانه افضل من كده، فبتهيالي هذا المركز لا يليق الى حد كبير، خصوصا هنقول يمكن ليفربول في بدايته هذا الموسم العكس بقى ما كانش افضل شيء، ابتدى في الفترات الاخيره والماتشات الاخيره يلعب ويطور في الاداء بشكل كبير جدا، كنا نتمنى يقدر ان هو يحقق على الاقل مركز افضل من الخامس يعني. بس على كل حال اكيد هينتفضوا عن الوضع ده، لانه اكيد برضو وضع غير مرضي لا بالنسبه للنادي ولا للعيبه ولا للجماهير وطبعا في كل مكان. برضو بمناسبه كلامنا عن الدوري الانجليزي عايزين نعرفكم ان امبارح كمان حقق هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الانجليزي رقم قياسي بعد ما سجل هدف. وفقا لشبكه ابتا للاحصائيات اصبح هاري كين هو ثاني لاعب بيسجل 10 اهداف في الدوريات يعني او في الدربيات المتلاحقه ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم فلويد. طبعا فلويد ده كان اسطوره توتنهام السابق، وقبل هذا الهدف سجل هاري كين 9 اهداف هذا الموسم بشكل عام. كريستال بالاس سجل في شباكهم 3 اهداف، تشيلسي هدفين، فولهام هدفين، وهدف في شباك كل من ارسنال وبرادفورد، وكده بيرفع هاري كين رصيده من الاهداف الى 28 هدف، وبيحتل بالتالي المركز الثاني في قائمه هدافي البريمير ليج طبعا خلف يعني بعد المتصدر النرويجي ايرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب ال 35 هدف حتى هذه اللحظه. طيب بالخبر اللي كريم كانوا بيقولوا لحضراتكم كده الفقره الاولى انتهت، هنروح فاصل ونرجع عشان نستقبل اول ضيوفنا، وهنتكلم تحديدا عن يعني اتحاد المصري للرجبي والبطوله القادمه، واصلا الرجبي مش ناس كتير عارفه عن هذه الرياضه، مصر فين، الرانكينجز بتاعتنا فين، ابطالنا مين، كل ده بعد الفاصل. فرقه اسكندريه احنا الرجبي في تطوير في مصر، في فرقه في نوادي كتير، وكفرقه ذات نفسها الفرقه بتتطور، بنجيب خبرات من بره معانا، بنطلع معسكرات بره عشان تطوير اللعيبه. بالنسبه كتنظيم كاس او دوري الفرق بتزيد سنه بالسنه واللعيبه بتتطور ان شاء الله. الحمد لله النهارده التنظيم كويس، ماشيين على السكادجول زي ما هو كان مبعوث، الرفس موجودين والكوتشز كلهم موجودين، بدانا اليوم اون تايم، فا اوفرول النهارده الحمد لله الدنيا البطوله متنظمه كويس. الفتره اللي جايه بنشتغل، انا شخصيا بشتغل على المنتخب ان احنا نكسب البطوله اللي جايه وفي زامبيا
وان احنا نبني الفريق بحيث ان احنا يبقى عندنا اجيال جايه بتقدر تشارك في المنتخب. مسكت المنتخب المصري كمدير فني من شهر فبراير الثاني، ورحنا على البطوله العربيه وكان كسبنا المرتبه الثالثه بنات في البطوله العربيه، والولاد حصلوا على المرتبه الرابعه. حاليا بنجهز الفريق وداخلين معسكرات عشان مستعدين للبطولة الأفريقية الترشيحية للألعاب الأولمبية. الولاد حتكون في موريسيس في شهر 6، والبنات إن شاء الله حتكون في شهر 7 في زامبيا. الأربع فرق الأولين في البطولة الترشيحية دي يترشحوا للأدوار النهائية الأفريقية في تونس أو في جنوب أفريقيا، واللي هي كل الأدوار دي الترشيحية حتى ترشح للألعاب الأولمبية في باريس إن شاء الله 2024. يا أهلا بكم مرة ثانية. الحقيقة احنا دايما من وقت للتاني بنحب إن احنا نتعرف على آخر مستجدات كل الألعاب الرياضية المختلفة، اللي تحديدا برنامج 10 الصبح في الأهلي من أول حلقاته وكان دايما حريص على تسليط الضوء عليها، طبعا زي رياضة الرجبي. تعالوا نتعرف على آخر البطولات اللي بتشارك فيها مصر وتطورات هذه الرياضه. هنعرف كل ده من خلال ضيفنا اللي منورنا في الفقره الاولى، كابتن حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي. يا صباح الخيرات، صباح الخير. معانا في صباح الخير، تشرفت بوجودك. اهلا بحضرتك يا كابتن، اهلا بيك. اهلا بيكم. أهلا. الرياضه بتاعت الرجبي مش كل الناس يمكن تعرفها، يعني مش من الرياضات، خلينا لو نتفق في البداية، الشهيرة قوي، لكن هي من الرياضات اللي مش شهيرة ولكن محققة يعني طفرة في الفترة الأخيرة. كمان فكرة ان احنا دلوقتي كنا نشوف تقرير البنات داخلة في هذه الرياضة محققين برضو شغل محترم، كان لسه عندنا بطولة كبيرة وهي كاس مصر. يعني خلينا نبدأ من النقطة دي يا دكتور، تفضل. هو طبعا عدم شهرة اللعبة نتيجة انها لسه جديدة في مصر، لازم نعترف بكده. احنا دولة يعني للأسف مصر متأخرة جدا في دخول الرياضة دي، لأنها رياضة أولمبية. احنا الدولة الـ 34 اللي في الاتحاد الأفريقي، بقينا عضو في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي ريسنتلي يعني مؤخرا. لكن انتشار اللعبة هو بمجهودكم انتوا، تواجد الإعلام والصحافة والتلفزيون في آخر بطولة يوم الخميس اللي فات يوم 19، كان طبعا ليه اثر كبير جدا على نفسيه اللعيبه، ده نمبر 1، ونمره 2 على انتشار اللعبه. بس هو مبدئيا كون ان بقى في كاس مصر وفي منافسه من جهات مختلفه او فرق مختلفه، معناها ان نسبيا نسبه الشعبيه زادت اكتر للرياضه. هي كانت الاول الى حد كبير حكر على الجامعات الاجنبيه والمدارس الدوليه اللي موجوده في مصر، تمام، ومنها انتشرت بعد كده. تمام، كلام حضرتك مظبوط. واحنا ان شاء الله لو لنا لقاء تاني على ديسمبر الجاي هتعرف ان في عدد الانديه زاد كتير جدا. احنا بنستهدف نتيجه ان الاتحاد الدولي بيحط بارامترز، محددات معينه انك انت تستمر في العضويه. البارامترز دي منها نشاط البنات، هم بيهتموا جدا بالسيدات، بيهتموا جدا بالناشئين. فاحنا السنه الجايه ان شاء الله هيبقى عندنا دوري للناشئين، هيبقى عندنا دوري للمدارس، وطبعا هنستمر في زياده عدد الفرق. ف في مفاوضات، من غير ما اقول اسامي الانديه، لكن في مفاوضات على مستوى القاهره واسكندريه وحتى في بعض المحافظات ان احنا ان شاء الله ندخل اللعبه. وان شاء الله لازم بقول لك احنا المستهدف بتاعنا احنا نزود عدد الانديه على الاقل 6 كمان غير الـ6 اللي معانا، بحيث نبقى عندنا 12 نادي، حتى لما قاعده تزيد ده بيسهل لنا. عندنا منتخب قوي كمان، عندنا منتخب قوي، يبقى المدير الفني حتى التونسي كابتن رمزي يقدر مع المدربين المصريين اللي معاه يقدر ان هو يبقى عنده قاعده ينقي منها. طيب هو احنا عندنا لحد دلوقتي كم عدد لاعبين مسجلين في الاتحاد؟ اوكي، ما بين ناشئين وبنات واولاد وصلنا ل 500. المستهدف ان احنا نضاعف هذا العدد باذن الله على اخر السنه دي، وده انا عارف انه هدف صعب شويه، لكن انا اكيد ان شاء الله مع الرؤساء الانديه اللي اجتمعنا معاهم خلال الاسبوعين الماضيين احنا شايفين الهدف ده هيتحقق بسهوله باذن الله. يعني طبعا محتاج شغل، مفيش حاجه سهله، لكن طبعاً ان شاء الله هنحققه. لكن هل تونس اسعد حالا مننا في ممارسه الرياضه دي؟ عشان كده احنا عملنا عمليه جلب لمدير فني تونسي. يعني ليه ما رحناش لدوله من الدول اللي هي ليها تاريخ طويل في هذه الرياضه، وبالتالي اكيد اللي هيبقى المدرب اللي جاي، طبعا مع كل الاحترام للمدرب الحالي ده ملوش اي علاقه، انا بتكلم بس كفكره عام. طيب بناء على ايه كان هذا الاختيار؟ تونس والمغرب الاتحادات بتاعتها مشاره بقى لها 45 سنه. ده فعلا. بدايه يعني احنا اللي متاخرين بقى. احنا كام سنه دلوقتي؟ احنا 3 سنين. بس ايه ده؟ كنا بالاول بنلعب كده هوايه يعني. كان بنلعب مجهود ذاتي لغايه لما الاتحاد اشهر. لكن احنا بنتكلم تونس المغرب متقدمين جدا، عندهم لعيبه محترفين بكم كبير جدا في فرنسا،
في بلجيكا. افريقيا نفسها فيها دول متقدمه، طبعا جنوب افريقيا في مكان تاني خالص، جنوب افريقيا بتخش منافسات التصفيات خالص بتاعت افريقيا، بتطلع على طول على نهائيات سواء اولمبيات، لانها من الدول السته الكبار بيسموهم في الرجبي. ده عشان القوى البدنيه ولا عشان لا عشان تاريخيا هم بقالهم زمان جدا وفريقهم قوي جدا. فانت عندك ست دول بنسميهم ستة الكبار اللي هي جنوب افريقيا، انجلترا، فرنسا، ايرلندا، استراليا ونيوزيلندا. دول الستة الكبار اللي بيخشوا. امريكا مش في الستة. لا امريكا بتلعب امريكان فوتبول. انت لو شايف حضرتك اللعب عندنا ماشي ازاي، اختلاف الظاهري ان احنا مش عندناش اللبس بتاع الامريكان اللي بتشوفه في الافلام الامريكانه. اوكي. امريكان فوتبول لعبه محصوره في امريكا وما هيش لعبه اولمبيه. احنا ده طبعا بلس ان القواعد بتختلف. أوكي. لكن اللبس هو اول حاجه. فاكر ان الاثنين واحد. ايوه لكن بتفرق على طول بالشكل. ما تشرح لنا القواعد وحضرتك. طيب. بتشرح كويسة لان انا شايفه بنات بتمسك في بعض وبتوقعوا يعني هل ده ليجل؟ هل ده اوكي؟ ده ليجل بس ده اللعبه دي كانت عايزاه. ده دي اقل حاجه مش بس ليجل. لا بصي حضرتك لما هتوقعها اولا انت شوفي اولا بتوقعها ازاي، بتوقعها من تحت. لو حد مسك حد من فوق من اول الصدر للرقبه. أوكي. ده بياخد كارت على طول، الكارت الاصفر عندنا بخمس دقائق بره. أوكي. الملعب هو كل الهدف بتاع اللاعبه انها توصل لخط المرمى، ده بنسميه تراي. تراي يعني ده سجلنا جون. التراي ده او الجون بخمس نقط. اوكي. بياخده بعد كده، بص هي كده هتدخل تراي، هتثبت الكره على الارض. اوكي. كده اخذت خمس نقط، بتحاول تشوط بينالتي بعد كده. ما جاتش في اللقطه. البينالتي دي زي مكافاه لو دخلته بتاخد نقطتين كمان كحافز اضافي يعني. بس هي اقل شويه يعني عنفا نسبيا عن الامريكان فوتبول. ليه؟ لان هم مش لابسين كده بعض تقريبا، عشان مش لابسين لبس. الامريكان عشان لابسين هو لازم يلبسوه والا هيتوفوا كلهم. فطبعا بتحاول انك انت ادي كده برضو جابت تراي، بعد كده دي السنتره. والفريق الازرق متفوق. هو حقيقة أنا أعتقد أن الأحمر اللي كسب. لا بس اللعبة بص أنا شايفة فيه سيطرة من الأزرق من أول ما اتفرجت. يمكن في الكام لقطة دي. لكن عموما يعني هو مش مهم مين كسب ومين خسر، المهم أن البنات بتمارس بروح كويس جدا. وأنا عايز أقول لك أن البنات كده هتجيب ترايها. بص عدتها محدش قدر يمسكها. السرعة مهمة في اللعبة دي. إيه تاني؟ السرعة والقوة البدنية ومرونة طبعا. المرونة طبعا. هل في أطوال أكيد. لازم طول معين؟ لا. لازم وزن معين؟ أي وزن وأي طول بيلعب. يعني انت لو شفتي ماتش الولاد بقى، لان ماتش الولاد 15 ضد 15، يعني هو في لعبتين عندنا نفس الملعب كره القدم ال11. احنا بنلعب سباعيات اللي هي بتلعبها البنات النهارده وبيلعبوها الولاد. ودي اللي هي البطوله المؤهله للاولمبياد. الاولمبياد بنلعب سباعيات الماتش كله 15 دقيقه، تقدر تلعب 3 ماتشات في اليوم. اوكي. عشان كده اي بطوله مجمعه في الرجبي بتبقى يومين بس. لكن ال15 ده لعبه مؤهله كاس العالم، دي 40 دقيقه و40 دقيقه. دي بتلاقي بقى فيها الاجسام، اي جسم بيلعب. الاجسام القويه اللي هنقول خليني اقول الايدل اللي هو الافضل اللي هو بيبقى وزن قد ايه، طول قد ايه يعني. ما فيش اي حد. اي حد ممكن حد وزنه تقيل يبقى حركته ابطا، بيلعب في نص الملعب. يعني ليه مراكز. يعني هتشوفي لو في لقطات للفريق الولاد في الماتش النهائي، لو في يا جماعه كان هتلاقي في احجام زي الحكم ده. الحكم ده على فكره لعيب، هو حكم اجنبي، ده اللي هو اللاين مان اللي لابس ازرق. ده هتلاقيه لعيب. فالموضوع ما لهوش علاقه ابدا، لكن كل واحد ليه مركز. ودي الميزه بتاعت اللعبه، ان احنا بنستقبل اي سن من 8 سنين، بس طبعا من 8 سنين ل 15 سنه ممنوع الكونتاكت. ممنوع الالتحامات خالص، بنسميه تاتش رجبي عشان حفاظا على اللعيبه. لكن اي جسم واي سن، يعني انا شفت لعيبه عندها 50 سنه و55 سنه بتلعب. ما شاء الله. وكويس قوي كمان ان انتوا يعني خدتوا قرار بان اللعبه دي تدخل في دوري مدارس. ان شاء الله يعني دي اكيد السنه الجايه هتبقى عندنا، هتكبر قماشه. اكيد طبعا المشاركين. أكيد. يعني طبعا احنا بنحاول ننشر اللعبه على قد ما نقدر، ويعني يمكن انتوا اول ناس تعرفوا ان احنا بننظم بطوله دوليه بمعاونه طبعا وزاره الشباب والرياضه ممثله في معالي الوزير الدكتور اشرف. بلغناه ان احنا هنعمل بطوله دوليه اسمها ايجيبت سيفنز، هتعمل في القاهره باذن الله 16 و17 ديسمبر. هيخش فيها الهدف بتاعنا ان ندخل دي بطوله انديه، هيخش فيها 10 فرق رجال و10 فرق سيدات غير الفرقتين من مصر. في كل واحده من دول البطوله دي احنا بنستهدف فرق من اوروبا ومن افريقيا ومن الدول العربيه
متوقعين لها نجاح كبير جدا. انا بقول لحضرتك ده المينيمم 10. بيساعدنا فيها شركه فرنساوي متخصصه في الايفنتات بتاعه الرجبي، بحيث نقدر نجيب اكبر عدد من الفرق. البطوله ما هيش هتبقى بطوله رياضيه بس، لكن هتبقى مهرجان في شق سياحي، لان احنا لازم نظهر وجه مصر الحضاري في اللعبه، والرجبي بيهتموا جدا بهذا الموضوع. معنى كده ان هي هتتنظم فين بقى؟ ده لسه سر بقى، بس هي في القاهره ان شاء الله. سنتوقع مكان سياحي حلو. اكيد ده مهم جدا، ويعني بنحاول مع هيئه تنشيط السياحه في اتصال معاهم. بصراحه الناس متعاونين جدا ان احنا ننظم حاجه تشرف مصر. وزي ما بقول لحضرتك دايما البطولات بتاعت الرجبي، يعني في بطوله مشهوره جدا اسمها دبي سيفنس، بتتعمل في اول ديسمبر من كل سنه. انت هتفاجئ عدد الفرق قد ايه في 3 ايام. قول كده، تخيلوا كده عدد الفرق قد ايه. الفرق الاماراتيه؟ لا لا، فرق ولا الفرق اللي هتشارك عموما؟ اللي بتشارك عموما 32 فرقه. 22 فرقه. طب اضرب في 100. 302 فرقه. 300. احنا بعيد قوي. 320. 300. السنه اللي فاتت انا حضرت مع منتخب مصر للبنات، حققنا المركز الثالث في البطوله دي. 320 فريق. كنت تزود صفر صغير. كومبلكس. كومبلكس طبعا في ملعب استاد. يعني الامارات الحقيقه منتشره فيها الرياضه. استاد 25,000 و8 ملاعب فرعيه. ففي 3 ايام مهرجان طبعا، وفي فيستيفال بقى، ميوزك، لايف ميوزك ولايف باندز ورقصات شعبيه. لا يعني المهرجان طبعا حلو جدا. ده اللي احنا بنستهدفه ان شاء الله، ان احنا نحط مصر على الخريطه بتاعت الرجبي. وبصراحه الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي شايفين ان مصر مؤهله، مش بس اللعبة طبعا مش منتشرة قوي، لكن مصر مؤهلة كعدد سكان، كأكبر اقتصاد في أفريقيا. فإحنا فعلا مؤهلين إن إحنا نبقى المركز بتاعها. إحنا بنحاول نعمل مع الاتحاد الأفريقي اليومين دول كذا دورة للمدربين، للحكام، للميديكال ستاف، بحيث هنخلي مصر هي إن شاء الله مركز من المراكز المهمة جدا في الرياضة دي. حلو جدا. طيب ولو اتكلمنا عن مشاكل او تحديات هذه اللعبه، احنا بنقول طبعا اول تحدي ان احنا ما كانش عندنا اتحاد، ودي خلاص حاجه مفروغ منها. اتاخرنا في الخطوه دي جدا. الاسباب انا ما اعرفهاش، حضرتك عايز تتكلم عنها اسباب التاخر اللي احنا كنا فيه ده. اوكي. حاجه ثانيه دلوقتي لو قيمنا الوضع، هل احنا عندنا اي لسه اوبستكلز او مشاكل بنعاني منها عشان نقدر نقول نعديها ونبتدي نركز ونبتدي نخش على الاولمبياد بصوره تليق ان احنا مش بس نمثل تمثيل مشرف كالعاده، لا ان احنا ناخد او نحصل على يعني رانكينجز كمان. اوكي. هي المشاكل طبعا حضرتك عارفه دلوقتي الرياضه بقت صناعه، واول مشكله صناعه كتجاره يعني حضرتك، كصناعه وبالتالي محتاجه تمويل ربح يعني. انا لازم اعمل ربح. عشان اعمل ربح لازم في الاول كلعبه غير معروفه. حضرتك ناخد مثال مثلا في مصر، كره اليد. كره اليد كانت فين من 20 سنه، النهارده فين؟ صح. النهارده بتعمل ايرادات وريفينيوز للاتحاد وللبلد، بطولات دوليه، بطوله عالم بتتعمل فيها. فاحنا عشان نعمل كده لازم المجتمع المدني يقف معانا. محتاجين طبعا ايرادات، محتاجين ان احنا الوزاره طبعا بتساعدنا، بنحاول معاهم ان احنا نحط خطه، بنحاول ان احنا نعمل ملعب مخصص للرجبي، استاد ان شاء الله. هنقدم الورق ده للوزاره مع اللجنه، مع الاتحاد الدولي في مساعده، ان احنا نقدر نعمل مركز للرجبي في القاهره او الاسكندريه حسب ما نقعد مع معالي الوزير ونشوف. وبالتالي الرياضه كصناعه محتاجه مقومات، منها المقومات الماديه طبعا، دي اهم حاجه. الحاجه الثانيه في ملاعب موجوده طبعا، لان احنا بنلعب زي ما انت حضرتك شايف على ملعب نجيله. ملعب نجيله عادي خالص. ده طبيعي مش صناعي؟ ده طبيعي، بس نقدر نلعب على الصناعي مفيش مشكله. لكن في الماتشات الدوليه لازم يبقى ملعب نجيله طبيعي. الملاعب متوفره سواء في قطاع الانديه او مراكز الشباب. احنا بدانا ندخل معانا مراكز الشباب في اسكندريه، وفي تقبل للفكره. فاحنا علينا مهمه الانتشار طبعا، في مساعدات زي ما قلت من الوزاره ومن الاتحاد الافريقي، بيها هنقدر نكمل ونعدي التحديات اللي فتره قادمه. هو عاده يعني جزء كبير من او يعني عدد ما من الاتحادات، وبصفه خاصه الاتحادات الوليده اللي هي ما بقالهاش فتره طويله، غالبا ما بتشتكي من قله الموارد بتاعتها، فبالتالي هي مش عارفه تدعم الرياضه كما ينبغي. وضعكم انتوا في الاتحاد المصري للرجبي عامل ازاي في الاطار؟ طبعا ده طبيعي جدا، لكن زي ما بقول لحضرتك انت الحاجه الكويسه جدا عندنا ان البنيه التحتيه موجوده. الملاعب متوفره، فانا مش عايز حد يبني لي ملعب غير ملعب واحد زي ما بقول عليه يتعمل فيه الايفنتات بتاعتنا. لكن الملاعب موجوده،
زي ما انت حضرتك شايف الكوره موجوده، يعني ما فيه، هي مش رياضه مكلفه نقدر نقول ده اللي بقول عليه. الكور هو اللبس الحاجه الوحيده في لبس الماتشات ان احنا بنعوز ان احنا نجيب التي شيرت والشورت في ستريتشنج عالي جدا. حاولنا عشان زي ما انتم شايفين الشد وكده، بس دي معذور عليها فعلا. دي الحاجات دي كلها معذوره، لكن ما هياش تكلفه رهيبه. اهم حاجه انت مش محتاج صاله مغطاه مثلا على سبيل المثال زي الرياضات الثانيه، او معدات معينه، او معدات معينه طبعا. فالعمليه سهله. الشوز هي الشوز بتاعت كره القدم اللي اي لعيب عندنا في مصر هتلاقيه عنده بدلها بدل الواحده اثنين. فالعمليه ما هياش مكلفه بالقدر ده. التحدي اللي احنا بنشوفه ان احنا لما بنروح لنادي بيفتكر بيبقى خايف دايما من التكلفه، تكلفه الاشتراك. احنا الحمد لله اخدين في الجمعيه العموميه قرار ان احنا ما ناخدش اشتراكات لفتره معينه من الانديه ولا من اللعيبه عشان نقدر نساعد على نشر اللعبه. لا ما فهمتش دي، يعني ايه ما بتاخدوش اشتراكات من الانديه؟ يعني اي اتحاد اي نادي بيخش فيه لازم بيقدم اشتراك سنوي، وكل لعيب بيدفع اشتراك سنوي. لما انا يعني ادمج ده تحت الاتحاد فانا لازم كنادي بدفع. لكن احنا عاملين قرار ان احنا عشان ننشر اللعبه مش طالبين اي مبالغ اشتراكات، حتى من الانديه الكبرى ولا من في انديه اوريدي ولا حد خالص. ومراكز الشباب بتكون برضو الفتره ولا بص احنا اخدين الفتره دي كنا اول دوره احنا مدينا لغايه يوم 2024، بعديها هيبقى في اجتماع جمعيه عموميه زي ما حضرتك عارف. ساعتها هناخد قرار هل هنكمل بالسياسه دي ولا نبدا نعمل مبالغ صغيره كاشتراكات للانديه واللعيبه. هل عاملين مثلا اي خطه ليها علاقه بالتعريف بهذه الرياضه للفئات اللي هي بعيده قوي عنها؟ يعني مثلا تعريف الرياضه دي للناس اللي هم ساكنين في القرى والكفور والنجوع والمحافظات النائيه. ما احنا بنتكلم في بلد فيها اكثر من 100 مشروع كمان البطل الاولمبي، صح؟ النقطه دي مهمه. يعني هل مثلا حتى ولو كانت مواد في المية، حتى لو كانت سوشيال ميديا تستخدم لتعريف الناس بالرياضه دي وبامكانيه ممارستهم هم كمان ليها؟ احنا طبعا عاملين لجنه دلوقتي مسؤوله عن التسويق ونشر اللعبه. اللجنه دي بيرقصها بعض اللعيبه مع عضو من الاتحاد مع كابتن رمزي، عملوا بداوا يعملوا افلام، كل فيلم مخصص لفئه عمريه، للمدارس ليها حاجه، النوادي ليها حاجه، السيدات ليهم حاجه. بنحاول ننشر في فيلم معروف جدا اللي هو بتاع مانديلا، اللي هو وحد لما جاء رئيس لجنوب افريقيا وازاي وحد البلد بعد الانقسام ده بلعبه الرجبي، بان هو دخل السود بعد ما كانت اللعبه مقصوره على البيض بس، وعمل اندماج في الفيلم ده مشهور جدا. وبنحاول حتى ننزله على السوشيال ميديا لان كل الناس دايما بتفكر زي ما قلنا في الاول الخلط بين رياضه الرجبي وبين الامريكان فوتبول. عندنا اتحاد عربي احنا من المؤسسين بتوعه، ليه نشاط كويس جدا كل سنه في بطوله عربيه. فبندخل الناس لما بتعرف ان في بطولات وانك انت ممكن توصل لبطل اولمبي والهرم لسه صغير، فده حافز كبير جدا الناس تخش. اوكي كويس قوي. هو الوقت بيجري برضو كابتن حسام، لكن حابين من حضرتك نطمن كمان، لان احنا بنتكلم دلوقتي احنا عندنا اتحاد لهذه الرياضه، احنا ان شاء الله عندنا بطوله كمان مهمه جدا الفتره اللي جايه، عندنا على قطاع الرجال والسيدات في شغل محترم بيتم، يعني المشهد دلوقتي كويس جدا. حضرتك بتقول ان ما فيش اي ازمات ماديه الى حد كبير، فده برضو مطمئن، رغم ان احنا اكيد نتمنى يكون في سبونسرز كمان لهذه الرياضه في الاولمبياد. وطعينا ايه ان شاء الله؟ اوكي يعني احنا نقطة مهمة. الفريق الولاد الرجبي سيفنس، سبعيات الرجبي، عنده تصفيات افريقيا ان شاء الله اخر شهر 6 الجاي في موريشيوس، بعديها باسبوع على طول البنات عندهم منتخب بنات، عندهم تصفيات افريقيا في زامبيا. كويس. احنا من الاول خالص لازم نكون صراحه مع بعض، زي ما قلت لك احنا الدوله ال 34، قدامنا طابور من 33 دوله اقوى مننا. لا يعني او اقدم، بس اقدم واقوى كتير جدا. لا يعني عندنا دول قويه جدا بتكسب دلوقتي حتى على المنافسات العالميه زي كينيا مثلا. كينيا عندهم سرعات قدروا ان هم يكونوا منتخب بسرعه كبيره جدا. السنغال، كل الدول الملاصقه لجنوب افريقيا، زامبيا، هم بيمارسوا الاطفال فيها الرياضه دي، يعني كانها زي كره القدم كده في الشوارع. مزبوط. يعني مزبوط. دي الرياضه الشعبيه، يعني حضرتك هتفاجئي مثلا ان دوله زي مدغشقر الاستاد الرجبي 40,000 فل. واو. مش كره قدم. فاحنا عندنا تحديات كبيره جدا في المستوى، لازم نكون واقعيين في الموضوع ده، بالاخص ان اللعبه فيها تاكتكس كتيره جدا. احنا صعب ان احنا نعدي تصفيات الرجال،
البنات عندهم نسبة كويسة، أحسن منتخب، كويس، سنهم صغير، عندنا نسبة 50-50. لكن احنا الهدف بتاعنا من الأول هو أولمبياد لوس أنجلوس 2028. هو ده اللي احنا بنشتغل عليه، بنشتغل على السن 16 سنة، 17 18 19 النهاردة، بحيث ده يبقى السن ده اللي هو في أوائل العشرينات أو منتصف العشرينات في 2028، يبقى عندنا منتخب قوي يقدر ينافس. عندنا خبرات، ناس عندهم 30 سنة 35 سنة، في منهم هيكملوا كلعيبة، في منهم دخلوا كمدربين، في منهم دخلوا كحكام كإداريين. يعني ميزة الرجبي ان اللي بيخش اللعبة ما بيسيبهاش، بتلاقي دايما قلبه على اللعبة و بتبقى هي عالمه بشكل كامل. يعني انا مثلا حاجة غريبة جدا مثلا ان في الفرق اللي فيها ناشئين يوم ما بيعملوا مثلا عزومة افطار في رمضان بتلاقي الفريق الاول بيعزم كل الاعمار السنية معاه. جميل. ودي حاجة مش موجودة في الرياضات التانية يعني. ففي زي فاميلي اتموسفير في اللعبة. روح عائلية كده. اجواء عائلية. عموما موفقين ان شاء الله. الف شكر. وباذن الله يكون لقاءاتنا اللي جايه بقى بنتكلم فيها عن انجازات كمان ونجاحات تتحقق ان شاء الله. وهو طبعا المجهود زي ما قلت لك الاعلام وتواجده القوي جدا يوم الخميس اللي فات ادى دفعه للعيبه وللمدربين ان في اهتمام بالاعلام، وفي يعني ان شاء الله المره الجايه يكون حتى في لعيبه او لاعبات معانا. نورونا. انت شفت طبعا المنظر عامل ازاي، واللعيبه عددها كان كبير، فان شاء الله يعني ده بيشجع اللعيبه وفي نفس الوقت بيساعدنا على نشر اللعبه. حلو جدا، بالتوفيق كابتن حسام. شكرا طبعا لك. اوكي هنعدي باريس، مش هنسالكوا عليها، بس لوس انجلوس ان شاء الله 2028 نقدر ان احنا بقى نعمل حاجه، لان هي مش بالمده على قد ما الشغل اللي بيتم والاهتمام والبوتنشال بتاع اللعيبه اللي عندنا. فبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لحضرتك. هنروح فاصل سريع ونرجع عشان نكون مع حضراتكم في الفقره الثانيه، خليكم معانا.